السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضلي. سأتحدث بشكل عام عن دار رعاية المسنين وعن جميع الخدمات المقدمة للمنتسبين وعن دور الأخصائية الاجتماعية. أول شيء، دار رعاية المسنين ليست فقط دار لرعاية المسنين، بل هي أكثر بذلك بكثير، من رئيس الدار إلى أصغر موظف في الدار، كلهم يشتغلون معا يدا بيد كأسرة واحدة مترابطة في بيت. الكل متعاون والكل يشتغل كأنه أب وأخ وصديق للمنتسبين، ولذلك نشعر نحن أيضا الموظفين والموظفات بأن الدار بيتنا الثاني، والخدمات اللي تقدم منه كموظفين ليست مقتصرة أوقات الدوام فقط، بل خدماتنا مفتوحة في كل وقت. المقدمة، تأسست دار رعاية المسنين في عام 1986 ميلادي لإيواء كبار السن وفاقدي الرعاية الاجتماعية ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً. طبعاً وجود كبار السن في الدار ليست بالضرورة نتيجة لعقوق، فقد تكون هناك أسباب موجبة كعدم زواج كبير السن وبالتالي الانتهاء به وحيداً، أو وفاة شريك العمر، أو عدم وجود ذرية له، أو انشغال الأبناء بالعمل، أو عدم قدرتهم على مواكبة احتياجات كبير السن وتقديم الرعاية المناسبة له، خاصة إذا كان من أصحاب الأمراض مثلا الزهايمر، وأيضا للي ما يقدرون يديرون شؤون أنفسهم واللي ما عندهم مسكن يقيمون فيه. كما تقدم الدار خدمات العلاج الطبيعي لإعادة تأهيل قدرات الجهاز الحركي للمرضى المصابين، وذلك من خلال الإيواء. هناك نوعين من إيواء كبار السن في الدار. النوع الأول الرعاية، النوع الأول يتمثل في الرعاية الإيوائية الدائمة على مدار الساعة، وفيها يكون كبير السن مقيماً في الدار. أما النوع الثاني فهو الرعاية النهارية اللي تقتصر على الاهتمام بكبير السن في فترة النهار فقط، وبعدها يعود إلى البيت. وتعمل الدار على تهيئة البيئة المعيشية لقانطيها وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية والصحية، وصولاً بهم لأقصى درجات التكيف الاجتماعي وتحقيق الذات لديهم من خلال برامج الأنشطة الترفيهية. كما تعمل الدار بعد على تأمين حقوقهم وتوفير الحماية لهم وإدارة شؤونهم المالية وإعادة دمجهم في أسرهم الطبيعية إذا وجدت. وتضمن الدار تقديم كافة الخدمات الصحية من تطبيب وتمريض وعلاج طبيعي وتغذية وغيرها. عندنا بعد مركز العلاج الطبيعي. تأسس مركز خدمات العلاج الطبيعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بهدف الارتقاء بقدرات الجهاز الحركي للمشتركين في الخدمات التأهيلية والخدمات العلاجية والترفيهية. كما يقدم المركز خدماته في الفترتين الصباحية والمسائية داخل المركز وخارجه، ويستهدف المركز بخدماته كبار السن والأطفال والمعاقين والأشخاص المحتاجين لخدمات العلاج الطبيعي، مما يعني بأن نحن عندنا فترتين الصباح والمساء، وطبعاً فترة للرجال وفترة للنساء في المركز وخارجه. وممكن بعد ناس يجون من الخارج، ناس يعني غير مقيمين في الدار، ممكن يأتونه لتلقي العلاج الطبيعي، مثلا ناس محولين من مستشفى، أو ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أي حد يعني محتاج. مبادئ قيام دار المسنين بالشارقة.
تقوم دار رعاية المسنين بالشارقة على عدد المبادئ الاجتماعية والأخلاقية والدينية، من أهمها احترام كبير السن ورد المعروف والإحساس بالمسؤولية المجتمعية، حيث يعني يأتي قيام دور الشارقة لرعاية المسنين بواجبها الاجتماعي تجاه كبار السن من منطلق أسس التكافل الاجتماعي، حيث تقع على عاتقها مسؤولية توفير حياة إنسانية كريمة لهذه الفئة المحرومة من نعمة العائلة، وذلك بمثابة ردا لجميلهم ومعروفهم علينا من صغرنا، وحتى تجنبهم أن يشعرون بالوحدة والانعزال في حياتهم وافتقادهم للأهل والأحباب، ويتم الاهتمام بكبير السن بمجرد أن يأتوا للدار سواء عن طريق الأهل أو المستشفيات أو ممن تعثر عليهم الشرطة في الطريق. يواجهون مخاوف الحياة بمفردهم، فتحتضنهم الدار موفرة لهم حياة كريمة. وعندنا شروط بعد قبول المسن في الدار. أول شيء أن يكون إماراتي الجنسية، وأن يكون قد بلغ سن 60 فأكثر، واللي طبعاً أعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه. ويجوز قبول من هو دون سن 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، وأن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية اللي طبعاً تشكل تهديداً لسلامته أو خطراً على باقي المسنين، وعدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات. خدمات دار رعاية المسنين بالشارقة يعني ما تقتصر خدمات دار رعاية المسنين فقط يعني على توفير سبل الحياة والرعاية الصحية والاجتماعية، بل تقوم أيضا يعني للدار بإشراف من وزارة المجتمع بتوفير عدد من البرامج والمبادرات الخدمية اللي يقوم تبعا لها برعاية كل حالة صحيا واجتماعيا ونفسيا، وتقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي والترفيهي من خلال هذه البرامج التي تهتم بالصحة النفسية للمسن واحتياجاته الإنسانية. وخدمة الرعاية المنزلية، نوفر أيضا خدمة الرعاية المنزلية كوحدة خدمية متنقلة لتوفير سبل الاهتمام بالمسنين، حيث تنتقل إليهم في منازلهم للاعتناء بهم وتوفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم خلال تواجدهم مع ذويهم، وذلك انطلاقا من كون المنزل والأسرة هي البيئة الأكثر فاعلية لتحقيق التوازن النفسي والصحي لكبار السن. وأتت هذه الخدمات المقدمة من دار المسنين لتعكس التقدم الحضاري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة. الخدمات والأنشطة المقدمة في دار الرعاية الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية، أول شيء مفهوم الرعاية الاجتماعية هو بأن الرعاية الاجتماعية هي نوع من الدعم الحكومي لمواطنين المجتمع، وقد يتم بتلبية جميع احتياجاتهم وتوفير الحد الأدنى من الرفاهية. وتبدأ الرعاية من أول مرة نستقبل فيها الحالة في الدار، يعني من خلال صرف مستلزماته، وبعدين نعرفه بالدار وبرامجها وأجهزتها، وبعدين نعمل على استقرارهم أو استقرار وضعهم في الدار وحل مشاكلهم. الرعاية الطبية، الرعاية الطبية يعني نقوم بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لكل مقيم، ونفتح بعد ملف طبي خاص لهم بمعرفة طبيب الدار، وطبعا يعني طبيب الدار يتابعون حالتهم أمراضهم، يكشفون عليهم ويصرفون لهم العلاج ويشرفون، يعني حتى نحن كأخصائيات اجتماعيات نحن نشرف على الصيدلية الخاصة بالدار
وطبعا يعني ما نعطيهم اي دواء الا بموافقة طبيب الدار. والإعاشة، تقدم الدار وجبات غذائية للمقيمين، تقوم بإعدادها الدار وتأمين المواد من قبل أخصائي تغذية، كما أن هناك مصروف بعد من دائرة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية لبعض المقيمين بالدار، بالإضافة إلى توفير احتياجات المقيمين من ملبس ومأكل ومشرب وحتى مكان ملائم للنوم فيه. المقدمة للمسنين في الدار، البرامج الدينية، نقدم لهم البرامج الدينية مثل تعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية والأحاديث الشريفة وتعاليم الدين، ونقدم لهم البرامج الترفيهية وتنمية الذات اللي تنمي قدراتهم العقلية واللي تساهم في تأخير مرحلة الشيخوخة والخرف من خلال مشاركتهم في الرحلات الخارجية والأنشطة الرياضية والترفيهية، ونقدم لهم البرامج التثقيفية والتعليمية من خلال مشاركتهم في دورات ومحاضرات ومن خلال متابعتهم نشرات الأخبار عن طريق التلفاز أو المذياع، والبرامج الاجتماعية من خلال مشاركتهم يعني مشاركتهم في الحديث مع الموظفين. وطبعا يعني نحن الأخصائيات نحاول أن نكون معهم باستمرار ونتحدث معهم بشكل يومي، حتى يعني مثلا الحين بعد جائحة الكورونا نعمل عن بعد، ولكن نتحدث معهم عن طريق التليفون يومياً وبشكل دائم. ونقدم لهم البرنامج الصحي من خلال متابعة حالتهم الصحية مع طبيب الدار واصطحابهم للعلاج الطبيعي. والحين بتكلم عن كم عدد المسجلين في الدار، لكن يعني بغيت أخبركم بأن نحن عائلة وحدة ولدينا 34 نزيلا، منهم 21 رجلا و 13 امرأة، وعدد كبير من أقاربهم ومعارفهم يأتون لزيارتهم ويتبادلون الحديث معهم حول ظروف حياتهم ومعيشتهم. وأكبر المتواجدين في الدار يبلغ من العمر 80، قرابة 80، وأصغرهم في 60. ولدينا عدة أقسام في الدار، حيث أن القسم الأول اللي يعمل فيه الأخصائيين الاجتماعيين هو قسم إدارة الحالة، ويتمثل دوره في دراسة حالتهم وإدارة أموالهم وأملاكهم ومتابعة دخلهم ودمجهم مع ذويهم كما ترون في الجدول. عدد المرافقين الإجمالي 6، لكن نحن يوجد لدينا عدد كبير من العاملين في الدار. هذول المرافقين هم اللي مع المسنين طبعاً الغير قادرين على الحركة أو المشي، والمسنين اللي محتاجين يعني مرافق يكون معاه في كل وقت. والحالات الجديدة، ما عندنا أي حالة جديدة، وعندنا حالتين وفاة طبعا يعني الله يرحمهم توفوا الشهر اللي طاف، وحاليا احنا ما دمجنا أي حد خلال هاي السنة بسبب أن يعني أغلبهم في الدار غير متزوجين ولا لديهم أبناء ولا مسكن، ولكن دمجناهم مع المنتسبين في الدار. ومن هو الأخصائي الاجتماعي؟ هو الشخص المؤهل للعمل في أي مجال من المجالات الاجتماعية والتعليمية على اختلاف أهدافها التنموية والوقائية والعلاجية، ضمن المفاهيم التي تتضمنها الخدمة الاجتماعية على اختلافاتها الفلسفية مع ثباته على المبادئ والمعايير الأخلاقية التي تقوم عليها.
ويشترط على كل من يقع عليه لقب أخصائي اجتماعي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي أقله بدرجة بكالوريوس. ودور الأخصائي الاجتماعي في الدار 3 أدوار، هم الدور الوقائي، يقوم هذا الدور على الإشراف ومتابعة حالتهم الصحية مع الأطباء والممرضات في الدار من قبل الأخصائية الاجتماعية. الدور التنموي، يتمثل عمل الأخصائي الاجتماعي هنا على تطوير القدرات والمهارات الفردية للفئات التي يعمل معها، والتي تساعد في فتح مجالات عدة أمامهم للعمل والتطور والنجاح. الدور العلاجي، بحيث يعمل الأخصائي الاجتماعي على تخلص الحالة التي يعمل معها من المشكلات الاجتماعية أو النفسية التي يعاني منها، أو المساعدة في تعلم تقبلها وكيفية التعامل معها، كما هو الحل في حالات الإعاقة الجسدية والتي تشكل الحاجز الأساسي على منع تحقيق الدور التنموي. طبعاً يعني الدور العلاجي، نحن كأخصائيات اجتماعيات إذا عندهم مشاكل أو خلافات مع أسرتهم، نحن نقوم بعمل خطة فردية، نعمل لهم خطة عن طريق أرشادهم وأرشاد أهلهم، ونحاول ندمجهم مع بعض. وبالإضافة إلى دراسة الحالات وعمل خطة فردية لكل منتسب لدمجهم مع ذويهم وإدارة أموالهم وأملاكهم، وطبعاً بعد ندير أموالهم وأملاكهم. ويوجد في الدار قسم للرجال وقسم للنساء، وكل قسم به غرف فردية وجماعية. الغرف في الفردية هي للحالات المدركة والغير عاجزة، والغرف الجماعية للحالات الغير مدركة والعاجزة. يعني نحن عندنا حالات مدركة، فاهمين، يتكلمون، يعني ما شاء الله عليهم، يشاركون، يتكلمون، يفهمون وكل شيء، وشيء منهم غير مدركين، يعني حالتهم حالة سريرية. وحين براويكم صور الغرفة الفردية. طبعاً في كل غرفة فردية يوجد فيها سرير، تلفاز، كبت، وحمام. وكل واحد يزين غرفته كيف ما يبغي. مثلاً إحنا عندنا مسنين يحبون الورد، مثل ما تشوفون هنا في الصورة الثانية، حاط ورود في غرفته، وفي منهم يحبون العطور، حاطين مثلا طاولة فيها يعني عدد كبير من العطور، كل واحد حر. وصور الغرف الجماعية المشتركة، طبعا أنا ما قدرت يعني أحط صور الغرف من الداخل، لأن المسنين اللي فيها وضعهم حرج، وأغلبهم حالة سريرية وغير مدركين. لكن مثل ما تشوفون هني شيء يعني كبت، والكبت بعد يكون الكبتات يعني مشتركة، والغرف يعني هي غرفة كبيرة جماعية، ومن داخل حاطين يعني مثل حاجز، يعني كل واحد في غرفته. وبراويكم بعد صور حديثة لمشاركة المنتسبين في الرحلات الخارجية والأنشطة الداخلية. هني مودينهم رحلة المزرعة، وبعد محتفلين في اليوم الوطني، وحتى في يوم السكري العالمي. ونحن دائما يعني نوديهم رحلات يعني، لكن بعد فترة الكورونا ما طلعناهم إلا بالسيارة يعني حواطة. وهني صور تلقي المنتسبين خدمات العلاج الطبيعي. كل يوم يروحون العلاج الطبيعي، وطبعاً الرجال فترة أرواحهم والنساء فترة أرواحهم. والحين بعد سأعرض لكم فيديو عن أحد الآباء لدينا مقيم بالدار، وهو يتحدث عن الخدمات المقدمة لهم بشكل يومي.
نشكر الشيخة نورة على هذا الشرح القيم والمفيد لدور الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة والمهام التي يقوم بها. مشكورة أستاذة، ما قصرتي. في أي سؤال من الطلاب والطالبات؟ للأستاذة؟ إذا في أي سؤال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الله يسلمك، أنا بديت أسأل هذيل الناس يعني هل هم يتموا الفترة هذه يعني لهم فترة معينة، ولا أنهم يتموا على طول، ولا في أشخاص يعني ظلوا مثلا سنة أو سنتين وبعد ذلك يطلعوا من المركز؟ نحن عندنا فترة دائمة، طبعا الفترة الدائمة يتمون عندنا طول يعني عمرهم. هذولا حق اللي مول ما عندهم أهل، واللي مول ما عندهم بيت، وما عند يعني غير قادرين، اللي ما عندهم فلوس، اللي ما عنده راتب تقاعد، اللي ما عنده أهل، ما عنده أبناء، أو اللي مثلا حرمته متوفية وعياله مثلا غير موجودين، هذولا يتمون عندنا بشكل دائم في الدار، وعندنا نحن عدد قليل منهم، وشيء منهم فترة مؤقتة. خيينا اللي مثلا عندهم مشاكل أهلية، مثلا واحد مطلق حرمته وعندهم مشاكل ودخل الدار، ونحن طبعا دورنا ان نحن نعالجهم، نرشدهم، يعني نعطيهم ارشاد وتوجيه حقهم وحق اهلهم، ونحاول نرجعهم لبيتهم اللي كانوا فيه. فنحن عندنا دائمة ومؤقتة. الله يجزيكم كل خير. السؤال الثاني، الله يسلمك، يعني لا اله الا الله، مثلا في شخص قاعد مثلا سنه وكامل اهليته عقليته وكذا، مثلا عمره 65، فسبحان الله يعني اذا احنا شباب يعني نتملل، بس تقولي فهو كبير في السن وقال بس انا خلاص ابغي اطلع مثلا، ومثلا ما عنده معيل او شيء من هالقبيل، هل يعني السماح يكون من عندكم انه يطلع وتوفروا له شيء، او ان الحكومه توفر له مثلا منزل ورعايه منزليه؟ نعم، الحكومه تقدر توفر، لكن اغلبهم يعني نحن ما صارت عندنا هاي الحاله، اغلبهم اللي يدخلون عندنا الدار ما يبون حتى يطلعون منها، لان كل شيء متوفر عندهم، كل شيء يبونه متوفر عندهم، ودائما يطلعون دائما. يعني في منهم حتى اللي عندهم اهل ومقيمين عندنا في الدار يزورون أهلهم، مثلاً بتكلم عن واحد من الآباء لدينا، هذا الله يسلمك ما عنده حرمة وما عنده عيال، لكن دائماً كل أسبوع يزور بنات أخوه متوفي، ويتم عند بنات أخوه يوم كامل، نحدد له يوم يتم عندهم يرجع عندنا الدار، وأغلبهم اللي يدخلون عندنا ما يطلعون من الدار، لأن كل شيء متوفر، من غرفة، مسكن، أكل، كل اللي يبونه موجود. اللهم لك الحمد والشكر. الله ينعم النعمة. في سؤال أخير ذهب طالع يرحمك. في مثلاً لا إله إلا الله صلاة، مثلاً أنا تابعت فيديو في، بس ما أذكر والله في أي دولة، إن في دار المسنين يعني تعارف مثلاً ريال وحرمة، هم ما كانوا متزوجين، عمر يعني في الستينات، فالدار يعني هم التقوا فتزوجوا مثلاً. اي نعم، حتى هذا موجود عندنا نحن في الدار. لا لا، حتى نحن موجود. صار عندكم هذا الشيء يعني؟ اي نعم، اذا مثلا واحد يبغى يتزوج اي وحده، مو بشرط يعني تكون موجوده عندنا في الدار، ممكن مثلا اي وحده تجي من الخارج ومثلا حب يتزوجها نحن نزوجهم كذلك. الله يجزيكم كل خير. يعني صارت حالات طال عمرك عندكم ال لا حاليا لا 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 لين حين ما حد، لكن اذا حبوا ليش لا؟ جزاكم الله خير. نحن معهم، نحن اهلهم، نحن يعني انا بمثابه امهم، اختهم، صديقتهم، فاي شيء يبونه نحن وياهم. الله يجزيكم كل خير، مشكورة طالعة. آمين، عفو. مشكورة كل خير.
تفضل اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء اشكركم على جهودكم اللي بذلوها في سبيل ابائنا وامهاتنا اللي تركوهم اهاليهم. طبعا هذا كله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. بس بغيت اسال سؤال الحين، انت تقولون تقبلون كبار المواطنين بس الاماراتيين فقط؟ نعم. مثلا عندنا مثلا مقيمين بدولة الامارات، خلينا نقول مثلا نضرب مثال مثلا مدرس او مثلا واحد عامل يداوم مثلا جهه حكوميه، العامل هذا مثلا توفى لا قدر الله، عنده مثلا ام مسنه تركته وحيده في الدوله، هل انكم انتم تسووا لها مثلا استثناء تشلوها معاكم في دار الخدمة الاجتماعية عندكم، ولا بس حاليا بس عندكم الإماراتيين فقط؟ طبعا الأولوية حق الإماراتيين، لكن يعني هالشيء نحن مو بيدنا. يعني إذا مثلا في حالة كذي غير مواطنين، نحن عندنا يكلمون يعني رقم معين يسمونه الخط، يعني يكلمون حد معين عندنا في الدائرة ويخبرونهم عن حالتهم. إذا وافقت يعني إذا وافقوا على هاي الحالة يكلموننا نحن ونحن ندخلها من الدار. لكن مرات ممكن هي يعني في عندكم يعني هي، لكن الأولوية حق المواطنين، لأن في ناس وايدين يكلموننا مثلا يتصلون فينا كبار ريايل مثلا واحد غير مواطن يكلمنا في التليفون، انا حاب ادخل عندكم وسمعت ان انتم تعطون مثلا رواتب وغرفه، ويدخلون وبعدين نكتشف ان هيلة عندهم حد في الدوله. فعشان شي نحن الاولويه حق المواطنين، ومن ثم نشوف طبعا حالتهم وناخذ كل معلوماتهم، طبعا الهويه الجواز كل شيء يعني يخصهم يكون عندنا في الملف، ونشوف إذا فعلاً ما عندهم أهل. أول شيء طبعاً نحاول ندور أهلهم، منو أهلهم؟ لو كانوا خارج الدولة نحاول نكلمهم في التليفون، ندور أرقامهم أي طريقة، مثلاً من الشرطة أو من المحاكم نكلمهم. إذا ما عندهم يعني فعلاً ما عندهم حد ندخلهم الدار، لكن إحنا ما يتنا حالة كذي. يعطيكم العافية ما يقصروا. الله يعافيك. شكرا وشكرا لكم. العافية. في بعد حد عنده سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أول شيء حابة أشكر وايد على جهودك اليوم ويانا. والسؤال هو في حالات كبار السن، يعني الرجال اللي متوفية حاليًا، هم مثلًا يكون أوقات عنده مثلًا بنت أو ولد من احتياجات خاصة، هم بالاثنين يكونوا محتاجين مساعدة. يعني الكبير السن حالته صحية أو ما عنده حد يستدعي إنه يكون في دار كبار السن، بس الحين في حال إن الكبير السن مع حد من الأبناء مثلا شخص واحد يكون من احتياجات خاصة، هل في استثناءات إنه يدخل الدار مع الابن أو مع الابنة أو نعم في الحالة؟ لا نعم ممكن، وممكن بعد نحضر لهم مستخدمة أو عاملة تكون معاهم، نعلمهم مثلا نعلم العامل أو العاملة وعلى كيفية يعني التعامل معاهم ونخليها وياهم. إذا مثلا ما حبوا أن يكون مثلا هذا الأب ما حب أن يكون مثلا عنده عامل، ندخله هو الدار وندخل مثلا بنته أو أحد يعني الأبناء معه في الدار عادي يعني. تمام. لكن أول شيء نجيب لهم يعني عامل ونعلمهم عمو يعني حد يعني يتم معهم، لأني مرة قرأت عن الدول اللي برع بس في هالحالات هم يفصلوا دائما الأبناء، يعني الكبير السن دار تكون كبير في دار الإيواء، أما الابن أو الابنة يروح للمراكز المختصة بهذه الحالة ويحددونهم يوم بالأسبوع إنهم يلتقوا فيه. بس الحمد لله إنه عندكم يعني الاستثناءات اللي تدخلون مع بعض. لا عندنا الحمد لله.
أي حد حاب يسأل أي شيء ثاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أحب أول شيء أشكر إدارة دار رعاية المسنين على هذه الاستضافة. ثانياً بغيت أسأل كم أخصائي يعمل في دار رعاية المسنين في الشارقة؟ حالياً نحن ثلاث أخصائيات اجتماعيات في قسم إدارة حالة، يعني موظفتين وموظف، نحن في قسم إدارة حالة، ولدينا بعد قسم ثاني اللي هو قسم الإعاشة. هالقسم فيها عدد كبير من الموظفين، هذيل هم اللي يقدمون لهم البرامج يعني والأنشطة، يعني مثلا قراءة القرآن والرحلات وكل شيء، لكن حاليا ثلاثة. أيضا هل هناك مؤسسات أخرى تتعاون معها يعني بشكل خلينا نقول بشكل دوري أو بشكل مستمر؟ ممكن تعيدين السؤال؟ هل هناك مثلا مؤسسات سواء مؤسسات اجتماعية أو غيرها تتعاونوا معها بشكل مستمر؟ مع من؟ سؤالها كان هل هناك مؤسسات يتعاونون وياها بشكل مستمر؟ ويا الأخصائية الاجتماعية يعني؟ لا ويا يعني مثلا تقصدين أختي جمعيات خيرية أو أيوة جمعيات خيرية؟ نعم يتعاملون. الجمعية الخيرية وحتى الهلال الأحمر. في بعد أسئلة؟ شكرا للطلاب والطالبات من جامعة العلوم بكلية الفجيرة قسم الاجتماع.